الطلب القوي على دمى الديناصورات ودمى حرب النجوم أدى إلى ارتفاع الأرباح الفصلية لشركة الألعاب الأمريكية هاسبرو، حيث ارتفع الربح الصافي للشركة بأكثر من 25% على أساس سنوي ما يعادل 42 مليون دولار. ارتفاع في الربح الصافي رغم تراجع المبيعات، حيث أفادت الشركة أن مبيعاتها انخفضت ب 9% في الخارج و 1% في أمريكا الشمالية، إلا أنها أشارت أن ألعاب الأطفال للمرحلة ما قبل الدراسة هي التي دفعت مبيعاتها بحوالي 14%.